صباح الخير يا قمر. اهلا، ازيك يا كيتي؟ انا كويسه، كنت عايزاكي في موضوع كده. هو قولي بقى، ان انت سبت شغلك في الكباريه وجايه تعيشي معانا هنا. هو انا الحيط ابتدي فيه عشان اسيبه؟ وبعدين هسيبه ليه واروح فين؟ هتعيشي معانا هنا في الدار في وسط اخواتك اللي اتربيتي معاهم. اخواتي دي بقى الكلمه اللي كنت بتضحكي عليا بيها زمان، وكنت مفهماني ان حاجتي حاجتهم، بس طلع بقى غير كده خالص. انا عارفه انك بتلقحها لاميره، بس انا ما قصدتش كده. انا فعلا قصدي انك تيجي وتعيشي معانا هنا في الدار في وسط اخواتك اللي اتربيتي معاهم. والنبي يا ابله تفضيها سيره من الكلام ده. هون انا جايه لك مزاجي حلو، ما تعكريش مزاجي بقى وخلينا امشي واحنا متصالحين مش متخانقين زي كل مره. هنبطل نتخانق لما ترجعي لي زي الاول. ارجع فين؟ انا واحده بقى عندي حياتي وشغلي وعندي مكان اقعد فيه، ايه اللي رجعني هنا تاني؟ انا مبسوطه. واضح ان مفيش فايده فيكي، الكلام مش هيجيب نتيجه معاكي. هيا كيتي، عايزه ايه؟ اصل الصراحه في واحد عايز يتقدم لي. واحد؟ واحد مين ده وتعرفيه منين؟ نعم؟ يعني ايه السؤال ده؟ انت ليه محسساني ان انا هتجوز من وراكي؟ ايوه، ما انا لازم اعرف. قابلتيه فين وشفتيه فين وبيشتغل ايه؟ مش لازم يا بنتي اعرف كل التفاصيل دي، ولا انت عايزه تحطيني قدام الامر الواقع وخلاص؟ ايه يا ابله، ما انا جالك لغايه عندك اهو بصالحك وبقول لك على كل حاجه. امر واقع ايه بقى وبتاع ايه؟ عرفته من شغلي. في شغلك؟ في الكباريه؟ عايزه تتجوزي واحد بيشتغل في كباريه يا كيتي؟ شغل؟ شغل ايه يا ماما؟ ده زبون، وزبون كبير قوي كمان. ما فرقتش يا حبيبتي كتير، ما هو من نفس الشغل اللي انا اصلا مش موافقه عليه. ايه يا ابله؟ انت محسساني ان انا هخش عليك بسفير ولا برئيس وزراء؟ ما انا بشتغل في كباريه، جابلك منين يعني؟ وبيشتغل ايه بقى؟ بيشتغل تاجر. ايوه، تاجر في ايه يعني؟ والله ما اعرف، تاجر خشب ولا تاجر حديد، المهم ان هو تاجر كبير قوي، ولما بيجي عندنا الكباريه المدام صاحبه الكباريه بنفسها اللي بتستقبله وتقعد معاه. يا سلام، صاحبه الكباريه بذات نفسها هي اللي بتستقبله؟ ده لسه بيشرف قوي. وده عنده كام سنه بقى ان شاء الله؟ والله ما اعرف، اواخر الخمسينات كده، ستينات، مش عارفه. بقول لك ايه، بطلي بقى الهبل اللي انت عايشه فيه ده، على اخر الزمن عايزه تتجوزي واحد قد ابوكي؟ ايه يا ابله، ايه الكلام القديم بتاعك ده؟ ما ده مش ماشي الكلام ده دلوقتي على فكره، ده انت قديمه قوي. المهم يكون مريحني، والجدع مريحني جدا وهيجيب لي اللي انا عايزاه واكتر من طموحاتي كمان. ما انت عمرك ما بتختاري حاجه صح في حياتك ابدا. لو كنت بختار كل حاجه غلط اديني اخترتك تبقى امي، يبقى انت كمان غلطه في حياتي. انت ما اخترتنيش، انت لو كنت كبرتي ولقيتي واحده زيي كنت هتعتبريها امك برضه. خلاص، يبقى تسيبيني مره واحده اختار بمزاجي، ولو طلعت غلط وبعتيني قعديني كده ومسحي بيها الارض زي ما بتعملي دلوقتي. ماشي ماشي يا كيتي، انا هطوعك المره دي، بس مستنياكي تجيلي هنا في الدار وانت بتعيطي بدل الدموع دم ده اذا اتجوزتي اصلا. وبعدين تعالي هنا، انت عايزاني اقابله ليه؟ عايزاكي تشرفيني، عايزاكي تعملي معايا زي ما بتعملي مع اميره كده، حسسي الجدع ان انا ليا اهل وليا ام بجد تقعد معاها. وبعدين بقى قبل الصراحه كده انا موافقه. ماشي يا كيتي، واللي عايزه ربنا هو اللي يكون. وانا هقنعه ازاي بالحكايه دي؟ طمعه اللي هيجيبه، صدقني. انت بس قول له انها صفقة كبيرة ومش هتتعوض ومكسبها الطاق 3 10 وشوية كلام حلو كده جمل له الحكاية يعني. بس انت بعد كده هتسيب السوق بجد؟ ولا هو مجرد كلام فض مجالس عشان اساعدك وبعد كده تبيعني؟ عيب يا معلم ادم، عيب. انا لا يمكن ابيعك، اقف جنبي زي ما اقف جنبك. ايوه حاضر 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 يا متخبط، حاضر. كيتي عندي لي خبر حلو قوي. خش. خبر ايه؟ خير؟ قولي لي، يسعديني. اقعد. قعدت. انا قلت للقبل منال. مين قبل منال دي؟ قلت لها ايه؟ ايه بتشرمك رقاصة دي ولا ايه؟ رقاصة يا جدع انت، ما تلم لسانك، دم اللي ربتني. طب بتقولي لها ليه؟ نهار اسود، هو انت سكران على الصبح ولا ايه؟ انت مش قلت ان انت عايز تتجوزني؟ قلت. ايوه برضه، ايه دخلها ايه في الموضوع ده؟ هو اللي بيتجوز حد ده مش بيجي يتقدم له الاهل؟ ولا انا يعني ماليش اهل بقى؟ ايوه بس انا في السن ده يعني هروح اتقدم لماما منال ولا لابله منال دي
واخطبك ازاي يعني؟ سن ايه بس؟ هو انا واخداك مكتب تسليم في الصحه؟ واخداك عشان تتقدم لي. ماشي يا كيتي. ماشي، وخدت لي ميعاد من ماما؟ ايوه. على طول كده؟ يوه، ما هي مش فاضيه، لازم تسرع انت كمان. عندها البت بنتها يا رخرة بتجوزها. ماشي يا كيتي، ماشي. هي عنوانها ايه بقى؟ هدهلك. ايه؟ هدهلك. ايه هدهلك دي؟ هدهولك، اسمها هدهولك. اخويا. ماشي. ازيك يا انس؟ ازيك يا حبيبي؟ والله دي حاجه تضحك، بقينا نتقابل زي الاغراب في الكافيهات. ملوش لزوم الكلام ده يا حلا. امال عايزني اقول لك ايه يا انس؟ عايزني اقول لك ايه بعد ما عرفت ان جوزي لما عي راح قال لواحده ممرضه وما قالش لمراته؟ انت مالك بتقولي ممرضه كده ليه؟ هو انت نسيتي يا حلا انك في يوم من الايام كنت ممرضه زيها؟ لا ما نسيتش، بس كمان ما نسيتش ان انا مراتك، وانا اللي كنت احق ان انا اقف جنبك في مرضك، مش واحده غريبه. هو انت كنت فاضيه لي يا حلا؟ انت بتضحكي على نفسك؟ ما انت كنت طول الوقت بتجري ورا عمك وسايباني انا وحبيبه، وحذرتك كذا مره يا حلا، بس للاسف انت ما سمعتيش الكلام. ايوه بس انت متاكد ان انا ما كنتش بعمل حاجه غلط؟ بس قلبي كان حاسس انك بتعملي حاجه من ورايا يا حلا. يمكن اكون غلطت يا انس، بس انت كمان غلطت يوم ما خبيت عليا مرضك. غلطت يا حلا، بس للاسف الكلام دلوقتي ما بقاش ليه لزوم. انا دلوقتي مش مركز غير في صحتي وبنتي. طب ما تيجي نفتح مع بعض صفحه جديده؟ ما بقاش ينفع يا حلا. بصي، خلينا نفتكر الايام الحلوه اللي احنا عشناها مع بعض، وبعدين ما تنسيش حبيبه لسه هتعيش ما بيننا. هو ده الموضوع اللي انت عايزني فيه يا ادهم؟ وانت في حاجه عندك اهم من الفلوس؟ لا مفيش، بس دي شيله كبيره، انا مش قدها يا عم. انا عارف انها شيله كبيره، دي اكبر صفقه حديد خرده تخش البلد من ساعه ما فتحوا الموضوع ده. وبعدين دي فرصه ما تتعوضش، وانا عندي الناس اللي هيقفوا معانا ويساعدونا فيها. ماشي يا ادهم، حاجه حلوه خالص ما دام قادر تشيل يا اخويا. شيل، لا اله الا الله. وانا بكلم نفسي، ما انا لو اقدر اشيل لوحدي كنت شلت من غير ما اكلمك ولا اعبرك ولا اعرفك بيها اساسا. بس دي صفقه كبيره عليا، كبيره على زوري، لازم تشيل معايا. يا ادهم، نصيبي في الشحنه دي هيبقى كل فلوسي، كل ما املك، وانا ما بحبش القمار بصراحه. تخيل بقى ان كل فلوسك دي هترجع لك ثلاث اضعاف، يعني بعد اسبوعين ثلاثه بعد ما نبيع هتبقى كل ثروتك اضرب في ثلاثة. خطر يا ادهم، خطر ان خاطر بكل فلوسي. كل ما تزيد المخاطرة كل ما يزيد المكسب. فكر. قلت لي مين اللي انت ضامنه في الحكاية دي؟ ده مش راجل، ده أكتر من واحد هيقفوا معانا، بس كل واحد فيهم هياخد نسبته. مضمونين يعني؟ برقبتي يا أخويا، ثم أسامي كبيرة ومش هقدر أصيح بأساميهم. خلاص، استنى اما سايح الموضوع في دماغي وارد عليك. ماشي يا حبيبي، بس ما تسايحوش على البارد، خليها على السخن. ها، فكر بسرعه وخلص قبل ما الصفقه دي تروح مننا. ماشي يا اخويا؟ ماشي. يلا، سلام عليكم. سلام يا حبيبي. سلام. سلام عليكم. سلام يا سيدي. الف سلام. يا كل فلوسي. يا لمبوح، قاعدة لوحدك يعني؟ عايز نعمل ايه؟
ايه ما عندكيش شغل في الكباريه ولا مش رايحه؟ مش هروح، مش رايحه تاني. وده بقى من ايه ان شاء الله؟ يعني انا لو رحت اشتغل هناك تاني هتسيبني في حالي؟ ايه يا بت، هو انا مش رجل على رجلك في اي حته ولا ايه؟ اه صح، وعشان كده بقى انا مش رايحه هناك تاني، عشان لو رحت هناك مش هعرف ابقى عليك تاني. بصراحه بقى انا ما بحبش اكون متراقبه طول الوقت، وانت بسم الله ما شاء الله عليك كل ما تلاقيني واقفه مع زبون تيجي تنطلي. يا لمبوحه يا لمبوحه، انا بعمل كده عشان خاطرك، لولا ان انا واقف في ظهرك هناك كان زمان اي حد كلك وضحك عليك بكلمتين، وطول ما انا عايش محدش هيعرف يضحك عليك. اه ما انا عشان كده مش رايحه هناك تاني غير لما اكون متاكده انك مش هتقف لي في طريقي. يعني انت شايفه ان انا كده واقف في طريقك؟ اه شايفه انك كده واقف في طريقي. وبعدين انت بترغي في ايه اصلا؟ ما احنا خلاص خلصنا وجينا نترزع في الدار زي زمان. ماشي صباح الفل. اتفضل اشرب قهوتك. لا عايز قهوه ولا شاي؟ طيب تحب حضرتك تبدا انت ولا ابدا انا؟ لا لا تبدا انت ولا ابدا انا. يعني ايه؟ يعني سلام عليكم استاذ حضرتك. سلام عليكم. ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هي ما جايبك يا كيتي؟ ما ترد يا بنتي. أنا ليه من الأول ما قطعتش عيالي وساعتي دم؟ ليه ما خلصت منهم كلهم زي ما خلصت منه؟ سبت عيالي كلهم عايشين، حبال بتلف حوالين رقبتي. مش حبال دول، دول تعابين يوم ورا التاني بيكبروا وبيظهروا أكتر في حياتي. كان هيحصل إيه لو كنا قتلناهم؟ كان هيحصل إيه يا إنصاف؟ فينك دلوقتي؟ عشان ترد عليا؟ فينك عشان تفكري معايا وتقولي لي اعمل ايه؟ طول عمرك معايا جاي تسيبيني دلوقتي؟ يا ترى كيتي فعلا ممكن تكون بنت منير اللي سبتها قدام باب الدار زمان؟ ممكن يكون الزمن بلسانها على قفايا، ولا نكون بنت تانيه؟ خبر السويد، كيتي اللي كنت عايز اتجوزها. مين فيهم من بنات الدار بنتك يا منير؟ مين بنت اخويا اللي قتلته زمان ولسه بدفع الثمن لحد اللحظه دي كل يوم؟ قولي لي يا امان، انت كمان عايزه مني ايه؟ قولي لي، قولي لي يا بنتي. تعالي خديهم كلهم وابعدي عني انت وهم. يا ساتر. اشرف، كيتي فين يا اشرف؟ معرفش. تعرفش بتروح فين؟ لا معرفش بتروح فين. اشرف، والله ما بعرف بتروح فين. ماشي. الو، ايوه يا كيتي، انا عايزاكي تعدي عليا ضروري. ايوه ماشي، مع السلامه. يا
مش كنت جيت معايا احسن بدل قعدتك دي؟ التحاليل المره دي مبشره جدا، الورم بيقل والكيمو تاثيره كويس قوي. بجد يا كرم؟ انت لسه بتسال، بس احنا لسه مكملين علاج، ولو فضلنا ماشيين بالمعدل ده يبقى ان شاء الله خير. ان شاء الله. مش تفتكر بقى من حق حالة انها تكون موجوده معاك وتشاركك الفرحه دي؟ بلاش يا كرم لو سمحتي. يعني وانت مكتئب بلاش، وانت مبسوط برضو بلاش. كل وقت وليه اذان. وبعدين اعتقد دلوقتي ان حالها ما بقاش يخصها اذا كان زعلان ولا فرحان. ما انت اللي بعتها يا انس، وبعدين هي من حقها تعرف الوضع الجديد، وخلي بالك هي كانت زعلانه عليك جدا المره اللي فاتت. اكرام ارجوكي اقفلي الموضوع ده. وبعدين اللي استحملني في تعبي هو بس اللي من حقه يفرح معايا. براحتك يا انس، بس خلي بالك هي كان عندها استعداد تستحملك، وانت اللي ما اديتلهاش فرصه. برضه يا اكرام. خلاص يا انس، انا هنزل بقى اجيب حاجه حلوه عشان نحتفل بالمناسبه دي. طيب مش هتاخر عليك. عملت ايه يا دكتور صحيح في موضوع المكافاه اللي قلت لك عليها؟ كتبتها على الصور؟ اه طبعا كتبتها بايدي على الصور اللي عندي. بكره هنزل المطبعه اطبع صور جديده عليها العنوان والمبلغ واضحين جدا. اه بس زي ما المكافاه دي ممكن تساعدنا، ممكن برضو تخلي ناس كتير قوي يشتغلونا. صح مظبوط، ممكن يزولونا جامد، بس هنعمل ايه؟ ما باليد حيله. ما تلاقيش حل. دي سكه من السكك اللي احنا بندور فيها. لسه في سكك تانيه كتير. بصي انا مش هرتاح غير لما الاقيها. انا مش مصدقه انها كانت معايا ضيعتها. معلش يا حاج، جات لسبب وضاعت لسبب، ربنا عاوز كده. يا رب سبب رجوعها المره دي يكون خير. شوفي يا حلا، اماني بتظهر وراها الخير على طول. اساليني انا، ادعي بس ان ربنا يرجعها لنا بالسلامه يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. نعم؟ يعني ايه؟ زي ما بقولك، ما فتحش معايا اي مواضيع. ازاي؟ ده هو اللي كان طالب يتجوزني. قلتي له ايه بالظبط؟ فهميني. ولا اي حاجه. واحد هو اللي بيجري ورايا وهيموت ويتجوزني، واول ما قلت له يجي يقابلك كان موافق، جه يقعد معاكي نص ساعه غير دماغه. قلتي له ايه بقى بالظبط؟ انا يا ستي ما قلتلوش اي حاجه خالص. هو مشي، هتحير عليه؟ ايوه. شوفيه مشي ليه؟ حصل ايه؟ افهمي منه. ايه يا كيتي؟ عيب اللي انت بتقوليه ده. بلا عيب بلا قرف بقى، الراجل هيزني، يجي يقعد معاكي نص ساعة يغير رأيه؟ انت اللي خليتيه يعمل كده. وانا اقول الكره اللي في البنت أميرة وفي قلبها ده جاي منين؟ أتاري جاي من المنبع، من الأم. ايه ده ايه ده؟ انت بتقولي لي أنا الكلام ده؟ ده أنا أمك. لو أنا اللي هضرك، مين اللي هيساعدك؟ صاحبة الكباريه اللي انت بتشتغلي فيه؟ يا اختياراتك زيها، على الاقل هي اللي معرفاني عليه وما نفسنتش لما عرفت ان هو عايز يخطبني. لو كان عاوزك كان اتفق معاكي، ما تنسيش ان هو عارفك من كباريه. واضح كده يا هانم ان الراجل ده كان عايزك لغرض، لما ما لقاهوش خلع. عارفه؟ انا لو ما كنتش اصيله وباقي على العيش والملح اللي كلته في بيتك، انا كنت مشيت من هنا وقلت حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. بس انا مش هدعي عليكي. الله يسامحك. انا مش هحاسبك على التخاريف اللي انت بتقوليها دي. مش لما تهدي كده وتعقلي هيبقى لنا كلام تاني مع بعض. يا كيتي، ايه مالك ماشيه كده ليه؟ حاجه حصلت ولا ايه؟ انا عارفه هي بتعمل فيا كده ليه. هي مين دي؟ القبلة منالة، يا في غيرها؟ هي عملت لك ايه؟ مجدي كان جاي عشان يطلبني منها، معرفش قالت له ايه، خليته طافش. مجدي مين؟ المعلم مجدي بتاع الكباريه؟ ايه، انت كنت حاطه عينيك عليها يا بت ولا ايه؟ يا اخويا هحط عيني على ايه؟ ده قد ابويا. طب يا اختي عندك اشبعي بيه، اهي الخطوبه باظت. قالوا انا اللي معتبرها زي امي، وقلت اعمل نفسي بنت ناس ويجي يتقدم لها عشان يطلبني منها. طب ما تروحي تتكلمي معاه وشوفي ايه الحوار. بقول لك ما بيردش عليا، يالا انت هبل. انا مش عارفه انا حظي عامل ليه كده. قلت هرتاح واتستر
واخلص من اللي انا فيه ده. مش مكتوبالي، انا مش عارفه الناس ما بتحبنيش ليه. هو انا وحشه قوي كده؟ بقول لك يا كيتي، ما بقاش لي لازمه الكلام ده دلوقتي. بقول لك ايه، تحبي نتكلم لك معاها ونشوف في ايه؟ ما حدش يتكلم معاه ولا يجيب سيره حاجه، اهو بكره نفهم ايه اللي حصل. طب اهدي اهدي بقى شويه، وبعدين تعالي خش اقعدي معانا جوه، القعده لوحدك دي هتتعبك. يا اول مره اقعد لوحدي يعني؟ انا طول عمري قاعده لوحدي، ايه الجديد يعني؟ يلا بقى خلاص. ها خلاص. لا يلا بقى خلاص اهو خلاص. يلا بقى، رجلي وجعتني بقى. يعني ايه خلاص؟ زهقتي؟ مش عايزه تشوفي اماني تاني؟ لا عاوز اشوف اماني تاني. طب خلاص يلا. اقول لك حاجه عشان رجلك ما توجعكيش. قول. ها قول. افتكري انك انت كنت نظره كبيره في أيوه. مدرسه كبيره. وانت عندك تلاميذ كتير ومدرسات، وانت النظره بتاعتهم، الوجع يروح على طول. ايوه. لا لا انا مش هفتكر، عشان الولاد دول هم السبب، هم اللي خلوني انا مش هبقى نظره. بصي يا حبيبي، وخلوا اماني مش تبقى معايا. اسمعيني بس اسمعيني. احنا خلاص لزقنا صور كتير، كل الصور تقريبا ومكتوب عليها العنوان، وان شاء الله حد هيشوف اماني ويعرفها ويكلمنا في التليفون ونلاقيها. انت مش بتكذب؟ لا ما بكذبش. لا احلف. احلف والله. شاطر. يلا. طب يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه ولا حاجه، تسمعي كلامي وتمشي هادي. يلا يلا. بس انا جعانه. حاضر هاكلك. يلا بالهنا والشفا يا دكتور. تسلم ايديكي. طيب انت ايه ما تاخرتيش يعني؟ عايزه تروحي. اتاخرت على ايه يعني يا دكتور؟ عادي اكرام، انا مش عارف اقول لك ايه على كل اللي انت بتعمليه معايا ده. ايه بقى يا انس، اليوم ماشي حلو من الصبح، هتقفلها ليه بحاجه تزعل؟ حاجه تزعل؟ هو انا اقدر اقول لك كلمه تزعلك بعد كل اللي بتعمليه معايا ده؟ ما هو كلام الشكر ده هو اللي بيزعل. انا كل اللي عاوزاه منك انك تخف وبس. طيب وبعد ما اخف ترجع بقى تعيش حياتك وتنور المستشفى تاني، بس المره دي وانت دكتور. طيب وايه رايك بقى ان حياتي اللي انت عايزاني اعيشها دي عايز اعيشها معاكي؟ يعني زي ما كنتي معايا وانا تعبان، عايزك معايا وانا كويس. على فكره يا انس، انا ما اتفاجئتش بكلامك ده خالص، بس تفتكر يعني بعد كل اللي انا كنت بعمله علشان انت وحاله ترجعوا لبعض، انا وانت اللي نتجوز وتسيب مراتك وبنتك؟ لا طبعا، مين قالك اني هسيب بنتي؟ وبعدين مراتي هي اللي سابتني، وانت عارفه كده كويس. انا وقفت جنبك يا انس مش علشان في الاخر تكافئني بانك تتجوزني. انت ليه بتحسبيها كده يا كرام؟ انا وقفت جنبك لانك تستاهل، تستاهل حد يبقى معاك. وبعدين احنا طول عمرنا زمايل وعشره في المستشفى واصحاب يا دكتور، ولا نسيت؟ طيب وبعد بقى كلمتين الزمايل والصحاب دول تتجوزيني؟ خف الاول يا انس وقوم بالسلامه، وساعتها نبقى نشوف.